كمنظمة وطنية أو كمكتب تنفيذي للمنظمة الوطنية للحقوق والحريات أمام أو الخلفية ديالنا محكمة الاستئناف. بارون ديال من أباطرة تجار المخدرات، لأن البارون سعد التركة أو الملقب بالتركة كان ما كما قلنا في 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 اللقاءات السابقة ما كانش كيتلاقى مباشرة مع الزبائن، كانوا عنده مجموعة ديال المروجين، كان كيجيب واحد الحملة واحد الشحنة كبيرة وكتدخل لمنطقة درب السلطان وكتوزع لإفساد الناشئة. هذا البارون هذا كما قلت قبيلة وغادي قديما نقول على أنه علاش كيتحاكم كتاجر ديال المخدرات؟ لماذا يحاكم كتاجر المخدرات؟ واش المحزوز اللي لقاو عنده ما داوش للمختبر؟ واش المحزوز اللي لقاو عند التاجر المخدرات؟ الممثل أمام العدالة هنا في محكمة السلف في مدينة الدار البيضاء ما داوش داكشي اللي لقاو عنده ما داوش للمختبر؟ ما لقاوش فيه السموم؟ ما لقاوش كيديروا مواد مصنعة تخلط بمادة المعجون وكذلك تخلط بمخدر الشيرة وتخلط بالبوفا؟ مواد كيماوية قاتلة مسرطنة خطيرة؟ على ما داروش المختبر ما حلوش. إذا فيجب أن يحاكم كتاجر للسموم وكقاتل ويكون عبرة لغيره من تجار المخدرات من يخش للتسنيف الجدائية ويجي الملف لمحكمة الاستئناف ويتخزن ويبقى في الرفوف حتى تنوض المنابر الإعلامية الحرة والهيئات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية ويتجبد الملف من الدهاليز. ودابا يا روج حنا كنثيقوا في المؤسسة القضائية وكنثيقوا في المؤسسة الأمنية وخاصة في الظرفية الحالية، ولأني خاص هذا البارون هذا ياخذ اقصى العقوبات. حنا غادي نشوفوا مراحل ديال 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 التقاضي او الاطوار ديال المحاكمه راه مازالت مستمره باش غادي يشدوا واحد من درب السلطان يجيبوه ويخلوا باقي التجار المخدرات لحد الان في هذه الساعه وفي هذه العشيه كيبيعوا البوفا في درب السلطان. جميل جدا. انا غنقول لك علاش. اول حاجه اول مره غادي يشدوا تاجر بهذا الحجم هذا، لان واحد صادر في حقه العشرات من المذكرات البحث الوطنيه. ليس بتاجرا عادي ديال المخدرات هذا، ليس بتاجرا عادي، هذا راه من الاباطره ومن البارونه تجاره تجار المخدرات. راه عنده العشرات ديال المذكرات البحث الوطنيه صادره في حقه وهو ما كانش كيبيع للمواطنين بشكل مباشر كباقي تجار المخدرات. هذا سيدي راه كان على الطوموبيل ديالو الفارهه اللي ساويه 100 ملايين سنتيمات، راه كان كيدوز راه حتى واحد ما كان كيدوز معاه في درب السلطان كيشوفوه كيدور وجههم لهاد الجهه، وهو اللي كان كيزود تجاره المخدرات اللي كان كيمشيو اكباش الفداء من فما كيقلبوا على 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 عائله التركه كيمشيو يجيبوا تاجر المخدرات ويدخلوا يسدوا عليه يقولوا ها هو جبنا حنا واحد. لحد الان يا اخوان، لحد الان حنا كمنظمه وطنيه للحقوق والحريات ما غاديش نسكتوا على تجار المخدرات، وكنقول لهم من هنا راه حنا كمنظمة وطنية للحقوق والحريات وكأحمد الشرفي المنسق الوطني للمنظمة الوطنية للحقوق والحريات غادي نمشي للمارشي وغادي نشري الكفن ديالي وغنديرو في شكارتي وغنهزو معايا، واللي بغى يقشني يقشني، أبا من أبى وأحب من أحب وكره من كره، وسنظل نحارب تجار المخدرات أينما وجدوا وأينما كانوا وأينما رحلوا وأينما ارتحلوا. أنا البارح مشيت عند أحد تجار المخدرات، أنا مشيت عنده برجلي، قالوا لي ودي راه كاين واحد التاجر، حنا كنديروا واحد لائحة ديال الجرد بأسماء تجار المخدرات، عندنا لائحة بأسماء تجار المخدرات اللي غادي نشدوهم من دار بوعزة والنواحي وغنساليهم بوزنيقة والدار البيضاء ككل. قالوا لي كاين واحد التاجر المخدرات ما غاديش نذكر دابا حيت داكشي غادي يجي في الحلقة القادمة إن شاء الله. تاجر المخدرات قالوا لي كاين في واحد المنطقة معينة، مشيت أنا في السيارة معايا واحد جوج الإخوان، بقيت أنا في السيارة اللور حيت غادي ربما يشوفوني غادي يتحفظوا أو غادي يعرفوني أو ما يدري، بقيت في السيارة اللور 20 قاصرة ما دون السن القانوني لقينا تما كاين عندهم. لأن هذيك دائما كتبقى هجرة سرية كارثة بكل المقاييس. شوف عندي لائحة ديال الجرد، أقسم بالله إلا غنحطوهم ولكن باستشارة مع المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للحقوق والحريات، غنحطوهم بالأسماء ديالهم وبالعناوين ديالهم وحتى البلان طوات اللي معاهم وكل واحد فين كيتواجد وحتى السلعة اللي كيبيع وشانطيو من السلعة اللي كيبيع، غنشدوها غنصوروها غادي نرافقوها بالمواد الإعلامية اللي غتمشي إن شاء الله الرحمن الرحيم وحتى بالشكايات. لقيت الدريات عندهم 13 عام 14 عام 20 وحده واقفين في الشارع كيتلقاو كيديروا اوتوستوب كارثه. ما خاصنيش هاد الهضره كاع نقولها عباد الله، كتبكي كي كونسومي البوفا كتشير عليك مسكينه باغاك تهزها ولا عالم الله شنو دير باش تعطيها باش 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 تشري البوفا كيبيعوا لحمهم. الدراري عندهم الدراجات الناريه 96 96 تريبورتور داخل يطيب عنده الرجال عيالات
كيبيعوا الشراب، كيبيعوا البيره، كيبيعوا الكحول بمختلف انواعها، كيبيعوا واحد الماحيه والله ما تشربها، تشربها شي داك الوجع. واش كاين شي ماحيه مديره 250 ريال 300 ريال رابعه عباد الله، رابعه ب 300 ريال مصيبه من الكارطون ديال البيض وليكوش ديال الدراري الصغار، وداك الديسير الخامج ولا عرام الله مصيبه، ولا مديرين فيها غير الفانيد. عندنا لائحه ديال الجر، دابا توصلنا ل 10 تجار المخدرات وبالدليل القاطع توصلنا ليهم، وغادي وكما قلت سابقا للاخوان ديالكم ما غنحطش انا في جهه الدار البيضاء سطات، اي مؤسسه بجهه الدار البيضاء سطات ما غاديش نحطوا فيها نسخه، لان كاع المؤسسات وكاع الاقاليم وكاع العمالات وكاع المناطق عندهم مخبرين ديالهم كيقولوا لهم راه فلان دخل شويه السيمولياجور كيجي مقدم يجري. ماذا بك كروه فيها 20 او 13 او 14 بلانطو مساعد وتاجر المخدرات وقف كيبيع في المخدرات بمختلف انواعها، والرواج غادي يجي غادي يجي، هذا ما عرفوش، هذا ما شافوش. حنا غادي نديو نحطوا نسخه للديوان الملكي باسماء تجار المخدرات، وكل تاجر غادي ناخذوا عينه من داكشي اللي كيبيع وغنصوروه وغنرفقوا بالشكايه. غنكمل لك استاذ، غنحطوا نسخه ونكمل لك الكلمه، غنحط باش ما تضيعش الفكره، غادي نحطوا نسخه الاداره ديال 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 الدرك الملكي المركزيه اللي في الرباط، وغنحطوا نسخه المديريه العامه للامن الوطني، وغنحطوا نسخه للمركز ابحاث قضائيه، وغنحطوا نسخه للوزاره الداخليه باسماء كاع تجار المخدرات اللي كاينين في الدار البيضاء والنواحي ديالها. توصلنا ل 10 ها هما 10 ديال تجار المخدرات، انا بالاسماء ديالهم، العناوين ديالهم، لي بلانطوات ديالهم، منين كيجيو لي بلانطوات، شحال بلانطو خدام معاه، شنو كيبيع. كارثه بكل المقاييس. بالنسبه للزوجه ديال هذا تاجر المخدرات او هو تاجر المخدرات، القشه التي كسرت ظهر البعير، النقطه اللي فقدت الكاس، وقوك عباد الله، هذا غير نموذج. التاجر المخدرات اللي كاين هنا ما هو الا نموذج للعشرات من تجار او المئات من تجار المخدرات الذين ينشطون فوق النفوذ الترابي ديال الدار البيضاء. للاسف الشديد، للاسف الشديد، السياسه التي تعرفها بلادنا حاليا ليست في حاجه الى ترويج مثل هذه الفيديوهات. السياسه التي تعرفها بلادنا حاليا ليس السياسه الخارجيه، اتكلم ليس الداخليه، السياسه الخارجيه لبلادنا التي تعرفها بلادنا في هذه الايام ليست في حاجه الى ترويج من هذه الفيديوهات وهذه التصريحات، ولكن الوضع يتطلب ذلك. خاصنا نحيدوا المرض من الجدر، اللفعه خاصها تقطع على الراس ديال اللفعه. هذا البارون خاصو ياخذ اقصى العقوبات باش يكون عبره لغيره من البارونات. وحنا كنعرفوا هذه البارونات وتجار المخدرات راه لاباس عليهم، راه مسك عليهم الله، راه بامكانهم اللي بغاو يعيشوا، راه غيعيشوا، راه عندهم الفلوس، راه يمشيو يديروا برامج مديره للدخل، يديروا مشاريع، يديروا بروجيات في الحلال يا رسول الله، ويخدموا ويعيشوا ويعيشوا معهم الناس. حين تولفوا هاد الشيء هذا ما بقى كيتقر فيهم لا اعاده الادماج، وما بقاش يقر فيهم لا اعاده الاصلاح ولا اعاده التاهيل. صافي قلبهم مات. القضاء هو الجهه الوحيده التي الرادي عليهم. ونكتفي بهذا القدر، وما زالت مراحل التقاضي او مراحل الاطوار الدعوه ما زالت قائمه هنا بمحكمه سينا بمدينه الدار البيضاء، وكمنظمه حقوقيه، المنظمه الوطنيه للحقوق والحريات، ندين ونستنكر هذه الافعال الاجراميه اللي كيقوموا بها مثل هذا الشخص البات امام هذه المحكمه، ونطلب له باقصى العقوبات. وللحديث بقيه، للحديث بقيه ان شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.